ايه انا ما اشتقت لي ما لحقت لك ما في احكي هلا عندي درس من ايمتى انا من هلا صار بدي ادرس وبدي اطلع الاول كمان شو لك معي انت والله العظيم شغله لك ما في احكي هلا يا عم اهلك بترضي يلا باي 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 بعد لك بونجور بودي يا اهلين وسيم يا اهلين تفضل ميسي. تفضل ما تخاف مش رح سلم عليك لا لا ما تسكر الباب في معي صاحبتي لا وسيم مصاحب يا اهلين يا اهلين بودي صاحبنا لورا صاحبتي بعقد ميرسي كلزوم لا لا ما تفكر عم تتغزل فيك هي عندها محطة كلام شو ما بتشوف بتقول بعقد وكيف رضاها عليك؟ سألها كيف رضاك يا عواسين؟ بعقد يا أهلين يا أهلين شو هالمفاجأة الحلوة هيدي؟ اشتقنا لك الوسيم وأنا كمان كتير اشتقت لك بالحقيقة أنا أصريت إجي لعندك اليوم لسببين أول سبب إني كتير مشتاق لك وتاني سبب؟ ابن خالتك عبده خير؟ بشي؟ أبداً ما بوشي أبداً وصوته كمان ما بوشي نعم ما فهمت بالحقيقة أنا اليوم قبل الظهر كنت بالجامعة بالملعب وفجأة بسمع صوت حلو أصيل نابع من قلب طيب وفكر صحيح وسيم اختصر بالمختصر المفيد صوته لعبده بعقد هل قد عجبك صوته لعبده؟ رائع وسألته عن استعداده ليفوت بالمجال الفني حسيته مش متحمس مش حابب الفكرة لك يا وسيم بعد ناقص عبده يعمل مطرب كمان ما المطربين مثل الكشك واو شو حلو هالتعبير مثل الكشك بعقد فعلا هيك بس حتى بالكشكات في حدا مميز وشو بدك هلا شو المطلوب بدي اياك تقتنع لتقنع عبده يقتنع يفوت بهالمجال صعبه صعبه كتير بحال انا اقتنعت عبده ولا ممكن يقتنع بعرفه انا راسه حجر فاذا عندي لك اقتراح تفضل خالي انسان طيب انسان خدوم انسان بعقد نعم وهو منتج فني كبير يعني بينتج سيديات وكاسيتات للمطربين هو اللي انتج السيدي الاخراني للمطرب هي اسمعنا نعم هي اسمعنا هيدا اسم مطرب لا ما تقلي ما سامع بالمطرب الكبير هي اسمعنا بالحقيقة المطرب هي اسمعنا مطرب بجنن مطرب رائع مطرب بعقد وخالي عزوز عزيز يعني هو عنده تجارب كتير بهالمجال انتج عدة سيديات وكاسيتات لعدة مطربين يعني عندك المطرب بير عدراد المطرب هوامس والمطرب الصاعد عمهله هيدا اخر واحدة نكتة اتصابك كتير مهضومة بتعقد ليه وليك ما بيعقدوا ايه وخالي يعني بحب يشجع المواهب الفنيه ويكتشفها مثلا بكون ماشي بالطريق فجاه بلاقي زلمه معطر مثلا قاعد عم بيدندن غنيه بيعجبه صوته بيتبدل فنيا ايه وبينتج له كاسيتات وسيديات وبيعمل له مهرجان صيفي بقلعه كسراتنا وسيم ليه شرف شو في لزوم لكل هالمقدمه هلا هيدا بيت القصيد نعم بدي اياك تقنع عبده يتعرف على خالي وبس بس يا واسم يا حبيبي يا بودي يا حبيبي نحن شو خسرانين هيدي فرصة العمر يعني خلينا نحن معرفهم على بعضهم وهن يصطفلوا يا خالي بيقنع عبده يا عبده بيقنع خالي ايه انا ما عندي مشكلة يعني هيك الشغلة ما فيها خسارة شفتي ما على السوق بودي بس ليك عبده ما بيروح لمطرح لا 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 مش مشكلة خالي بيجي لعنده يعني ما شو بدي اقول لك خالي انسان سبيشل ما في مثله يعني بالرغم من ثروته وشهرته بس قده متواضع ما في اذا هيك ما في مشكلة كمان يعني ساعة اللي بيشرفنا اهلا وسهلا فيه رائع اتفضلوا ليه واقفين عنا قاعدة بتحق اوكي وهي قاعدة هلا هاي قاعدة شفتي مقهضم وبودي ما بعقد
ايه لورا، ما عرفتنا على لورا بعد منيح. شو عم تدرسي؟ عم بعمل اختصاص بالجامعة بعقد. وشو هو هالاختصاص؟ سيكولوجي. فك عقد. فك عقد؟ وليه ما فكيتي له عقدته لوسيم؟ وسيم مثل مرته بعقد. انه انت بتحب الشاب المسرسب؟ واو، حلمي من انا وصغير يكون البوي فريند تبع مسرسب. والله قطعي جملة معك بدون بعقد. مهضوم بودي، بتعقد. وانت كمان.